صباح الخير يا حوده، صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك. يعني كنت لسه بتكلم عن مباراة النهاردة، ومباراة هامة ومصيرية أكيد قوية جدا من نادي سموحة ونادي الزمالك. نادي الزمالك أكيد هيحاول إن هو يصالح جماهيره النهاردة على حساب فريق كبير زي فريق سموحة، عنده جهاز فني على أعلى مستوى كابتن أحمد سامي. شايف النهاردة المباراة النهاردة إزاي بعد التعادل الأخير طبعا، وحزن جمهور نادي الزمالك بعد التعادل الأخير في دوري الأبطال؟ طبعا يا محمود انا هاخد من كلامك، هي مباراه طبعا بتبقى صعبه ومباراه بتبقى جميله، خاصه ان هي في مباريات يا محمود بتبقى دايما ما بين لاعبين في الملعب، لكن مباراه النهارده انا شايف ان هي ما بين لاعبين وبين كوتشيين كمان كبار، سواء مستر كارتيرون او كابتن احمد سامي. زي ما انت بتقول كابتن احمد سامي ماشي بقاله فتره كبيره قوي مع نادي سموحه بشكل متميز، دايما بيعرف يختار العناصر بتاعته المميزه اللي هو بيقدر يلعب بيها، ماشي في الجدول كمان، ترتيب الجدول ماشي بشكل اكثر من رائع. يمكن انا هاخدك النقطه كمان، يمكن اخر 3 مباريات في الدوري للفريقين، يمكن نادي الزمالك فاز على فيوتشر وفاز على البنك وفاز على المحله وفاز على المقاولين العرب، طبعا سموحه برضو نفس الشكل فاز على البنك، فاز على اخر ماتش البنك الاهلي، ومن قبله كمان فاز على الاسماعيلي وفاز على طلائع الجيش. فكل فريق من الفريقين ماشي بشكل كويس على المستوى الدوري بشكل عام. يعني يمكن كمان حته، انت عارف النادي الزمالك دايما بيبحث عن البطوله، تعادل النادي الاهلي مع فيوتشر في التوقف قبل التوقف الاخير لمنتخب مصر خلى الدوري كمان قرب قوي من نادي الزمالك اللي فرق 3 بونت، بعد نعم كده الاهلي لما يلعب المباراه ولغايه دلوقتي زي الاثنين زي ما بعض، كل الحاجات دي بتدي اهميه كبيره قوي للمباراه. كابتن يوسف، كنت لسه بتكلم على تأثير غياب الثنائي طبعا طارق حامد وحازم إمام، شايف النهارده تأثيرهم هيبقى قوي على نادي الزمالك في تشكيلة الفريق، خصوصا طارق حامد وتأثيره اللي باين ومؤثر، شفنا في ماتش بيترو أتلتيكو منطقة خط الوسط كان فيها مشاكل نادي الزمالك. طبعا يا محمود، يعني يمكن انا قلت قبل كده ان طارق حامد من الأعمدة الأساسية لنادي الزمالك حتى كمان على مستوى المنتخب، لكن خليني اخدك لنادي الزمالك. طارق بقاله فتره كبيره قوي من ساعه ما تواجد في نادي الزمالك وهو له دور كبير ومؤثر، ليس على المستوى الفني بس، يعني على المستوى القيادي كمان وعلى مستوى بس الروح للفريق بالكامل، لان اللعيبه الصغيره او اللعيبه اللي حوالين منه لما يشوفوا لعيب بيهين نفسه وبيقطع الكوره وخايف على الفريق وعنده طموحات دايما المكسب بينعكس عليهم. يعني المركز ده طبعا تاثر بشكل كبير قوي، وسط الملعب المدافع من وقت غياب طارق حامد، وعايز اقول لك برضو ان حتى ساسي كمان لما كان موجود اعتقد ان هو لغايه دلوقتي فرق قوي، ونص ملعب المدافع بالنسبه لنادي الزمالك تاثر كبير قوي بغياب الاثنين. حازم، يمكن حازم بقى له فتره بيلعب مباراتين او 3 ويرجع يشارك ويرجع يتصاب تاني، لكن هو برضو حازم مؤثر، انا شايف ان هو مؤثر بشكل كبير، خاصه المسلوسي بقى له فتره كمان مش في حالته يعني مع نادي الزمالك بعيدا عن المنتخب. انا عايز برضو اخد حضرتك برضو الناحيه الثانيه لنادي سموحه، ازاي نادي الزمالك قدر يستغل غيابات سموحه النهارده، غياب مروان حمدي واحمد رمضان بيكهام عن المباراه؟ يعني خليني اقول لك محمود ان نادي سموحه انت عارف السيستم بتاع الكابتن احمد، يمكن هو بقاله 2 سنين دلوقتي مع نادي سموحه بيلعب بشكل معين، عنده 4 دايما مثبتهم في خط الظهر واثنين في نص الملعب.